تكنوز تكنوز اليوم تكنوز سبيسيال للفلاحة البعثين المشاريع الفلاحية وحتى للعبيد اللي تهتم شوية بالدومين هذايا. دي جي شركة تصنيع طيارات ذاتية القيادة ليدران قررت الدخول في المجال الجوي الزراعي مع إطلاقها طيارة أرغاس MGN متخصصة في بخان المحاصيل الزراعية، الشيء اللي مثل اون ايفولوسيون دو كاليتي على خاطر حتى لتوا ليدران كانت ديما استعمالاتهم ترفيهية كيما التصوير أو الطيران للطيران. أرغاس MGN دونك مش تكون سبيسياليزي في رشين المحصول الزراعي عن طريق خزانية تسع 2.6 جالا. الطيارة هذه اللي تمتلك 8 مراوح تنجم تطير 12 دقيقة في الشحن الواحد. شركة دي جي تقول اللي هي قادرة ترش ما بين 7 و10 هكتارات من الأراضي الزراعية في الساعة الواحدة دون احتساب الوقت اللي تتشارج فيه الباتري، بالإضافة لأنه طيارة أرغاس MGN مقاومة للغبرة وتحتوي على نظام تبريد باش تستحفظ على القطيعة الداخلية في حالة جيدة وتخلي الطيارة تدوم أكثر في الوقت. أرغاس MGN بروغرامابل يمكن برمجتها مسبقا لرش منطقة معينة محددة بشكل مسبق. تعتبر شركة دي جي الصينية واحدة من أكبر شركات المصنعة للليدران في العالم وتبلغ قيمتها 8 مليار دولار، وتعتبر أرغاس MGN تحدي كبير في المستقبل في انتظار أنه يتم تطويره أكثر مش يكون قادر على الخدمة في الأراضي الكبار برشا كيما الأراضي الأمريكانية. أون توكا بور لانستون أرغاس MGN مش تكون ديسبونيبل في الصين وكوريا في انتظار أنها تتعامل في باقي دول العالم. هاكا تكنوز لليوم، وفيت خالدي قلكم تحية تكنوز.